فكان انسان لطيف قوي. جيت بعد كده طلبني في الباشا تلميذ، رحت فكان ممكن في الحي العاشر، كنا بنصور في الكليه في الجامعه هناك. المهم كان يخلص قبلي باربع ساعات، ما كانش معايا عربيه، كان يقعد يستناني اربع ساعات عشان يروح، وكان يعدي عليا في البيت عشان ياخدني. فالحاجات اللي زي دي ما تتنسيش. ولوحده يعني طبعا اكيد مش هقول له استناني اربع ساعات، هو الراجل كان نجم العمل وانا دور يعني استثنائي كده لطيف برضو، ده ما يخلوش ان هو، وكان عامل فضول عند ناس كتير يعني امتى وفين بقى صاحبه لدرجه ان يقعد يستنى بالاربع خمس ساعات. فده كان سبب. الحاجه دي ما بتحصلش من اي حد، ما اعتقدش يعني كده بسرعه يعني.